هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر، شن سلاحه الجو الإسرائيلي أكثر من 100 غارة مستهدفاً الأودية الأحراش في القطاعات الثلاثة وصولاً إلى عمق الجنوب والبقاع الغربي. استهدفت الغارات في موجتها الأولى وادي نهر الليطاني والخردلي ووادي برغز بالقطاع الشرقي، امتدت إلى جبل الريحان وسجد وعرمتي في مرتفعات جزين على عمق أكثر من 25 كيلومتر، وصولا إلى أطراف بلدة لباية ومرتفعات الجبور في البقاع الغربي. الموجة الثانية من الغارات استهدفت عمق الجنوب بدءا من أطراف بعض القرى في إقليم التفاح، وصولا إلى أطراف بلدات طورة ودير الزهراني ورومين وغيرها من المناطق. الساحل الجنوبي لم يستم من الغارات أيضا، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أطراف بلدة أنصاريا ومنطقة في البحر قبالة بلدة عدلون، ووصولا إلى القطاع الغربي تحديدا في وادي حامول وغيره من الأودية والأحراج. حزب الله بدوره أطلق عشرات الصواريخ، حيث أعلن في سلسلة بيانات استهداف قواعد عسكرية ومواقع إسرائيلية عدة، أبرزها قاعدة بيرية بالقرب من صفد وثكنة كيلع وقاعدة نفح في الجولان وثكنات راموت نفتالي بيت هلل وإدميت.